مشاهدينا الكرام، عودة لحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لي أرحب بضيفي الموجود معايا النهاردة في الاستوديو. هو أيقونة إعلامية من طراز فريد، له رؤية مبعدية وأيضا بيقدر يقرأ المشهد السياسي بحذافيره. اسمحوا لي أرحب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ السيد زهيري، عضو مجلس أمناء المنتدى الإعلامي المصري. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. حضرتك حابين نتكلم عن الحروب واللي بيحصل حوالينا الفترة دي، حروب جديدة دخلت لمصر بطريقة غير معلنة أو غير مباشرة. حابة أعرف من حضرتك الأول، إيه هي الحروب غير التقليدية اللي موجودة حاليا في الفترة دي؟ خلينا بس في الأول كده نقدم لكم رسالة شكر. شكرك. أي حد يتصدى في الظرف الراهن اللي احنا فيه، ومصر مستهدفة، مصر مستهدفة من كل ناحية، ده أكيد ان يبقى في الاسم مصري. والاسم المصري، انا بشكرك على الانترو كمان، بشكرك، اللي بيأكد ان الجينات المصرية عبر عصور من ايام الفراعنة، ايام قدماء المصريين، مرورا بكل الفترات التاريخية، هو امتداد جيني للحضارات نفسها. امتداد جيني، اهم ما يميزه الكرم والانسانية اكيد والشهامة المصرية أكيد. وده اللي يعني ده اللي بيعمل النسيج الوطني اللي حضرتك اتكلمت عنه. بالزبط. احنا عمرنا ما كنا نسمع على مدار التاريخ، يعني حتى كلمه وحده وطنيه اللي بتتقال دي احنا كناش بنسمعها ولا كنا نعرفها، لان ما صحيح. هو كان في وحده فطريه، ما كانش حد اصلا بيفكر ان في مسيحي ومسلم. بالزبط. كل ده ضمن الخطط الاستهداف المباشره اللي توجهت لينا عشان تعمل تفتيت. مصر ما عندهاش عصبيات، ما عندهاش قبائل، ما عندهاش شيعة وسنة، ما عنديش تصنيف، فكان لازم يشوف حاجة عنصرية يدخل بيها. حاول كتير ان هو يدخل من خلال تمام ان هو يعمل فتنة طائفية، أكيد. ما قدرش. فانا بشكركم على فكرة البرنامج وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اشكرك. لان مصر أشكرك. محتاجة كل واحد في كل مجال يحس ان هو جند في معركة شغالة وبتستهدف عقول. يعني انا بعتبر ان اخطر معارك الوطن هي معركة الوعي. الوعي ده اللي هنتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي. وشرف لينا ان احنا بنتكلم عن بلدنا وعن تاريخنا، لان زي ما قلت لحضرتك مصر من غير عنوان، يعني اكيد كل يعني عنوان مصر هو الاصل، واللي ملوش اصل ملوش عنوان. اكيد. طيب ارجع لحضرتك ونتكلم عن انواع الحروب اللي موجوده في مصر غير التقليديه، غير حرب السلاح بقى والطياره والكلام ده كله. ايه الحروب اللي موجوده هنا واللي للاسف ما فيش وعي كامل بيها؟ هو الحروب يعني اتنقلت بفعل التكنولوجيا والتطور التقني الحديث، اللي هو يعني تطور رهيب بيحصل. من حروب الجبهه وجند الجندي وسلاح لسلاح، الى حروب بتستهدف هويه، بتستهدف تفكيك الهويه المصريه، بتستهدف تفتيت. حتى ان هو لما بيعولمك، مصطلح العولمه اللي او تغريب تغريبك ان انت تبقي نموذج للانسان الغربي، من خلال بقى هو بيستخدم هنا السلاح الفاعل قوي في القصه دي الاعلام. تمام. ووسائل التكنولوجيا الحديثه من خلال شبكات الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي. انت دلوقتي، زمان يعني لما كنا بنحارب، بيقدروا يغيبوا الشباب عن اكيد ايام حرب اكتوبر مثلا، قلنا ان كان في لحمه، يعني قال الناس كلها امنيا والجبهه الداخليه مشغوله والجيش مشغول بحرب وما فيش حاله سرقه واحده حصلت. هو ده الجين المصري اللي احنا بنتكلم فيه. بس انت برضه مع عوامل التغير اللي بتحصل والتطرق والتكنولوجيا الحديثه، اللي هم مستهدفين الجيل الشباب وبيشتغلوا عليه كويس جدا. ومهما بس احنا لما مهما استهدفوا الجيل ده، بترجع تاني وقت الازمه تلاقي الكل كتله مع واحده، بعض مره كتله واحده. بالظبط كده. هم عن طريق الشائعات، حرب الشائعات، اللي هم حرب الشائعات، الفتن اللي بتحصل. انت عندك ابواق اعلاميه للاسف مسخره وموجهه ضد مصر. ما هنا بقى يا فندم دور الإعلامي المصري الصح هو فين؟ دور الإعلامي الواعي، الواعي اللي يقدر يوعي المواطن والمصري بشكل عام عن اللي بيحصل في الفترة دي تحديدا، لأن الفترة دي كل ما احنا بنعلى وبنزدهر أكتر، كل ما الحروب بتزيد علينا أكتر. هو للأسف
يعني احنا عندنا ناس بدأت تتحرك، مش هنقول ان كل الصورة، بس للأسف برضو لسه في نماذج إعلامية بتعتبر ان الصوت العالي، يعني انا بدافع عن مصر، انا بحب مصر، فانا صوتي عالي وانا بزعق وانا، يعني احنا مش مش عايزين نتحول، بالصوت مش العالي، مش مش بأسلوب المساطب الإعلامية، مش بالهمجية الإعلامية. لا احنا الإعلامي يعني المفروض يبقى مدرك لمقتضيات الأمن القومي المصري قبل ما يقعد على الشاشة، أكيد، قبل ما يقعد في استوديو، قبل ما يقعد قدام كاميرا، يبقى ولابد إنه واعي يكون جدا مؤمن ان كلمه اللي بيقوله ممكن تاذي بلد، حقيقي والكلمه رصاصه كلمة لو تهد طلعت مش شعوب. هتقدري ترجعيها. بالظبط، واحنا حصلت عندنا ازمات بسبب الاعلام في الفترات السابقه، ازمات مع دول بس بسبب الاعلام. ده دور حضراتكم الفترة ديت، إن احنا يعني ننمي الإعلام أكتر، بحيث إن الفترة دي زي ما احنا قلنا وحضرتك قلت مستهدفة، فبالتالي احنا مش عايزين، يعني مش عايزين نقع، مش عايزين نرجع لورا، احنا عايزين بالعكس نزود من ده طاقة إيجابية إعلامية بدعم من حضراتكم في هو الموضوع ده ده. في محاولات ان شاء الله، واحنا في حاله حرب، انا بعتبر ان احنا في حاله حرب، مش حرب ده حرب حقيقيه دلوقتي، احنا في حاله حرب، فلازم كلنا نبقى زي ما قلت جنود في المعركه. انت اتكلمتي على مصر عبر التاريخ، كانت اللحمه وكان النسيج الوطني عامل ازاي، حتى القوى الناعمه من خلال الدراما، من خلال الفن، من خلال الغناء، كان كل ده متحد في سبيل نهضه وطن أو نصرة وطن، ومصر هتنتصر إن شاء الله. إحنا في المرحلة اللي إحنا فيها، أنت جبهاتك كلها مشتعلة، وده الخطر الكبير. يعني أنت عندك في سيناء بتحاربي إرهاب، ومش حرب مش عادية. أيوه، لما الرئيس قال في الأمم المتحدة وقال إن أنا بحارب بالنيابة عن العالم كله، كانت الناس بتستهتر بالتصريح ده. لا فعلا كانت مصر بتحارب نيابة عن العالم كله، لأن الإرهاب طال كل الدول بعد كده. الإرهاب في سيناء أنت بتحاربي مش حرب عادية، ده إرهاب تجذر لسنوات، إحنا أهملنا سيناء لفترات، وفي مخابرات دول بتشتغل على ده، أنت مش بتحاربي أفراد. لكن دلوقتي ما شاء الله، يعني الرئيس السيسي فتح إنجازات كبيرة في سيناء علشان يقدر يسد الأبواب اللي موجودة. وأنت لما من قدرت تسيطري على سيناء فتحوا لك جبهات تانية. بصي، من أول الرئيس ما جه تمام، وجاي في فترة، يعني انت كان عندك حالة سيولة بعد 25 يناير. أيوة، واللي سموه الربيع العربي، وهو كان جحيم عربي. بالظبط، انت فقدت يعني الدواعم العسكرية اللي كانت معاكي في المنطقة، أكيد، سواء في العراق او في سوريا، الدول تعتبر خلاص دخلت في حيز التقسيم، واليمن وليبيا واليمن. بس احنا بنتكلم على اقوى جيشين كانوا بعد الجيش كانوا المصري، تمام، الجيش العراقي والجيش السوري. صحيح. فانت اللي هو مهد المسرح، يعني هو انت في مخطط، الناس دول ما بيشتغلوش، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ما بيشتغلوش شغل عشوائي، ده خطط. ما انا قلت لحضرتك في الانترو اللي كنت بقوله مع استضيف حضرتك، في عبقريه عسكريه للمصري، العبقريه العسكريه المصريه مش مجرد عشوائي، بيخططوا. لا أنا صح، انا بتكلم عن حتى اللي هم اللي بيخططوا تقسيم الشرق الاوسط. الناس دول تفكيك. عندهم خطط، وخطط قديمه جدا، وخرائط هم امر طبيعي اتعملت لتقسيم الشرق الاوسط، وكانت كل دوله بقسمينها دويلات عشان يسيطروا على الثروات، لان ثروات سواء في البترول او سواء الثروات الطبيعيه او المعدنيه اللي في المنطقه العربيه، فهو كان عايز يسيطر على الشرق الاوسط وافريقيا. بدأ بحرب الخليج، وشفنا العراق راحت فين، ثم دخل على سوريا، وكل ده من خلال مرتزقه. هو للاسف ما عادش، يعني هو بدأ برضه بحرب الشائعات. ايوه، ان هو يطلق اشاعه، دي اكبر والاشاعه الحروب يحولها اللي ممكن الحقيقه تدمر بيت. حضرتك قلت دلوقتي الكلمه ممكن تهد دوله. بالظبط. ايوه بالزبط. صحيح. طيب خليني اقول لحضرتك، ايه الوسائل اللي ممكن احنا نستخدمها عشان نواجه الحروب دي غير الوعي الاعلامي؟ احنا لا، الوعي المجتمعي مش الوعي الاعلامي. بمعنى انت دلوقتي احنا بنقول ان الحرب اتغيرت، سواء كانت حرب جيل رابع، حرب جيل خامس. تمام. الحرب بقت تعتمد على اطلاق الشائعات والفتن في المجتمعات. تمام. وتفتيت الهويه وتغييب الوعي. المناعه، ازاي تعملي مناعه؟ احنا حتى لما جالنا مثلا، لو هنقارن فيروس كورونا، كان الفيروس ده يقول لك لو لما بيصادف حد مناعته ضعيفه ممكن بيعمل له مشاكل كبيره جدا صحيا، وممكن يؤدي الى الوفاه. الوفاه فعلا. ماشي. انما لو في مناعه انت بتقدر تقاومي الفيروس او المرض اللي بيهاجم الجسم. بالظبط كده، لو انتقلنا
للحروب الجديدة. لو في مناعة ثقافية ووعي عام موجود، واحنا وانا عشان كده قلت لك ان اخطر معارك مصر دلوقتي معركة الوعي. تمام. معركة الوعي، لان انت عندك اباق اعلامية بتشتغل عليكي، وفي نسب، في ناس بت 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 بتروح لهم بتحاول تصدقهم يعني. فانت المناعة الثقافية ومناعة الوعي، ولذلك احنا عندنا بنقول ان الاعلام، الثقافة، شباب الرياضة، واحنا كنا بنقول حتى على مستوى الجمهورية لازم يحصل تكاتف بين مراكز الشباب وقصور الثقافة ومراكز النيل اللي تابعة للهيئة العامة للاستعلامات. هاخد من كلام حضرتك ده سؤال اطلع منه بمناسبة بقى الثقافة والشباب والرياضة. تفتكر حضرتك مصر في ظل منظومة التعليم والثقافة والرياضة الحالية دي قادرة ان هي تتصدى للحروب دي؟ اشرحها لي بقى حضرتك. مصر، انت يعني الرئيس لما جه وانا بعتبره بعتبرها ثوره في التعليم. اكيد اكيد. وبتقابل مقاومه شديده جدا، بس انت مش هتعملي حاجه في يوم وليله. اكيد. يعني اللي عانيتيه طوال حقب زمنيه كبيره جدا، كنت فقدت سيستم التعليم عندك. يعني كنا احنا ممكن نهد بسرعه لكن صعب نبني. لما تيجي تعملي في شبكه مصالح بتقاوم التعليم، وانت اصلا هو من ايام الحملة الفرنسية ما كانت هنا، ولما اتحط نظام تعليم 1798 على مصر. ايوه. لما حصل ده كان في نظام تعليمي موجود، النظام التعليمي عاد لا يصلح ان هو يستمر. انت يعني مع التطور التقني اللي حاصل، انت عايزه الناس اتنقلت نقله بعيده جدا. بننتقل مرحله، وبنعاني بقى من دول دروس خصوصيه وكده. القصه كمان مش في ده، القصه ان انت تطلعي مواطن تبعيدي عن نظام التلقين، وتعتمدي حتى البرامج اللي هي احنا كنا خلاص خسرنا حاجه اسمها التعليم الفني. فعلا. اللي انت محتاجاها جدا دلوقتي. حضرته فعلا بدا في تدعيمه. فبدات تطوري التعليم الفني، بدات تربطيه بالمصانع والشركات الكبرى. بالزبط. ان خريج التعليم الفني بدا يدخل مباشره ما كناش على الحق التعليم الفني العملي. صحيح فعلا. التعليم طبعا ياثر. طبعا. لان مستوى الثقافه ما بيجيش غير لما بيتبني عن طريق منظومه تعليميه صحيحه. صحيح. تقدر تاخدي انسان تقدري تثقليه ثقافيا وتوعويا، ان هو يقدر لما يترمي له حاجه لا بيفرز. وفي ظل اللي حضرتك بتقوله ده، لابد ان يكون معاه قيم ومبادئ راسخه فيه من جدودنا. هي منظومه القيم موجوده. بالظبط كده. يعني احنا بنقول ان الجينات المصريه في ظل ممكن تتاثري شويه، ممكن تتاثري بس اللي بياكد ان هي قيم اصيله وثابته ومتجذره، ان وقت الازمه بتلاقي المصري كله حتى بالشباب اللي احنا كنا بنقول حصل له تغريب، لا وقت الازمه بتلاقيه قبليكي في الصفوف. وفعلا عايزه اقول لحضرتك ان وقت الازمات الكل بيتحد. لو نرجع لورا قوي كده ايام الاربعينات، كان لما تيجي غارات جويه تعدي كنا دايما نشوف في افلام العربي زمان ان كل اصحاب البيت او العماره او السكن بينزلوا في خنادق تحت في ظل ازمه، وبيقعدوا يتكلموا ويتناشوا مع بعض، وده بينسى ان ده مسلم وده بينسى ان ده مسيحي، وبيبقوا متكاتفين مع بعض قوي ومتلاحمين جدا مع بعض. وصعب جدا ان حضرتك تلاقي في يعني في بعض بلاد العالم او العالم كله ان حد لما بيكون في ازمه بيتجمع او بيتحد، بالعكس ما بيتفككوا. لا دي موجوده وموجوده. موجوده يعني حتى عبر التاريخ موجوده في الجينات المصريه. مش بينسوا حتى ان هم مسيحي او مسلم. عجبني جدا المصطلح قوي الجينات المصريه. مش بينسوا حتى لو هو اصلا ما فيش في التفكير المصري في تفريق اصلا، مش موجوده فطريا. ايوه. مفيش عندنا فعلا تفرقه عنصريه اطلاقا. ده بيحاول احنا لما جت بعد 25 يناير حاولوا يرموا لنا مصطلحات كتيره جدا عشان تعمل تقسيم، وكان ابرزهم على الشباب، كانوا مركزين على الشباب. 25 يناير هقول لك انا مشهد هزني جدا. احنا كنا قسمنا شوارع مصر، يعني شارع محمد محمود وميدان التحرير وميدان النهضه وميدان الرابعه، كانت اتقسمت لشوارع، مش حتى الايديولوجيات، لا اتقسمت لشوارع. انا في الوقت ده يعني هزني موقف، كان يعني حد من الكتاب العرب اللي بيكتبوا عندي في احوال مصر بعت مقال في نفس التوقيت اللي بيحصل ده، هي كاتبه اردنيه عايشه في لندن. فكتبت عن الحاله المصريه ومصر ان هي عمود الخيمه في الشرق الاوسط كله، فطول ما مصر قويه طول ما الشرق الاوسط والعرب اقوياء. قوي صح. ففي مصر بتعمل حصانه او بتعمل حائط صد عن كل العرب. صحيح. فالست لما نشرت المقال في جورنال مصري كتبت على صفحتها بتبكي، بتقول انا ببكي لان اسمي اتحط على ارض مصريه.
شوف العرب بيقدروك لما بيجي كاتب عربي لسه كاتب لبناني كاتب مقال او الكاتب الاماراتي الاستاذ محمد شرفاء، الناس دول احنا بنحس ان احنا لما بنقرا لهم نحس ان احنا مقصرين في بلدنا ومش عارفين قيمتها، لان هم بيقدرونا بزياده فاهمين قيمه مصر فعلا. فمصر مش احنا مش بنقول شعارات وده بقى عمليا ده امر واقع واقع دلوقتي. ايوه العرب كلهم عارفين ان لو لا قدر الله وده مش هيحصل، ان لو الجيش المصري ان شاء الله مش هيحصل دخل في معركه او حصل مشكله بالنسبه للجيش المصري فالمنطقه كلها مهدده بالتقسيم، التورته هتتقسم بالظبط. يعني اللي يعني موقف تقسيم التورته الشرق الاوسط دلوقتي هو الجيش المصري. يعني نقول ان مصر هي اللي سانده كل البلاد العربيه. بصي هو مصر تاريخيا طبعا تاريخيا يعني مش مطلوب من القوى الكبرى لا تموت ولا تشم نفسها، تفضل مستوى عايشه بتتنفس كفاف. ايوه لان لو مصر لا قدر الله وقعت المنطقه كلها هيبقى فيها مشكله، ولو مصر حصل يعني استعاده ريادتها تاني على المنطقه كل المخططات الغربيه هتتدمر على صخره الجيش المصري، فهي دي المشكله الكبيره. لذلك لما الرئيس يعني اقول لحضرتك حاجه، احنا حتى جت كورونا وقفت حاجات كتير جدا. كنت لسه عايزه اناقش حضرتك والله في النقطه دي، اتفضل. انت لما بتمشي في اي شارع دلوقتي او بتسافري سواء اسكندريه سواء بورسعيد سواء الاسماعيليه طرق شبكه الطرق انت ما كانش المستثمرين بيهربوا، محدش بيجي مصر. شبكة الطرق اللي اتعملت دلوقتي مش شبكة معمولة عشان احنا كمصريين بس نستفيد منها، لا خيالية. انت بتعملي مواني لما انشأت شارع التفريع بورسعيد، لما ربطت كل ده بسينا انت بالزبط. بتعملي اعمار في سينا، كل ده متشاب بره، كل ده رفح كمان. كل ما بتخطي خطوة هنا في الت... في, ال... في, ال... في, ال... في, ال... في الطريق التنموي لمصر كل ما العين بتبقى عليك اكتر ومخطط الاستهداف بيزيد اكتر. لا وسيادته كمان شجع المستثمرين انشاء العاصمه الاداريه. لما العاصمه الاداريه لو تفتكري ها ودي من ضمن الحروب اللي احنا بنتكلم عليها. ايوه لما عملها قالوا ايه؟ قالوا انه بيعمل دوله لنفسه عشان يقعد فيها. بالظبط انا سمعت الكلام ده فعلا صح صح. واشتغلوا عليه اشهر وهو كان في خطط وفتن وقتها. شوفي القاهره وكل ولو رحت المحافظات كلها شوفي على السواحل كلها المدن الجديدة اللي اتعملت بمفهوم جديد، شوفي منظومة الإسكان اللي اتعملت سواء الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وما عادتش لما بيعمل مدينة الوقت ما عادتش بتتعمل بمفهوم انت المكان للأسف. واحنا نوى على ده لما كان بتعمل مساكن الحكومة بتعملها بيسموها مساكن شعبية، المواطن كان بيهرب منها لأن كان واخد كان في صورة ذهنية عن المساكن الشعبية دي ان هي مساكن موبوءة. دلوقتي انت بتعملي يعني المدينه بمفهوم جديد تمام بمفهوم كل خدماتها اللي موجوده سواء بمدارس بكنايس بمصانع حقيقي. اللي هيروح هيعيش حقيقي. وهيشتغل وهيكون في رخاء اكتر. اسمح لي هنخرج لفاصل مشاهدينا وعوده سريعه لحضراتكم مره ثانيه. مشاهدينا الكرام رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخليني ابدا مع حضرتك استاذ سيد، ليه الإعلام الحالي انفصل عن الشارع؟ الإعلام الحالي انفصل عن الشارع لما الإعلان بقى أهم من الإعلام، يعني الرسالة الإعلانية أو المعلن بقى هو اللي بيحدد النجم اللي قاعد على الكرسي في الاستوديو. تمام. فالإعلان بقى هو اللي واخد القصة أكتر، لذلك إحنا عانينا في فترات كتيرة جدا من إن الإعلام بيتكلم في قضايا مصر بتشتغل سواء في المشروعات التنموية أو سواء في استهدافات أو إرهاب شغال في سيناء، والإعلام شغال في قصة قضايا جدلية هامشية ملهاش أي علاقة ولا هتنتج فائدة من اللي بيحصل. هو كل اللي بيعمله إن هو بيعلي نسب المشاهدة عنده، ده كل اللي كان بيفرق مع بعض الناس اللي اشتغلت على ده. وحتى للأسف بعض الناس دول لما جم يطوروا رسالتهم الإعلامية كانوا بيطوروها من غير فكر ومن غير وعي. أنت عندك الشارع دلوقتي أنتوا عنده مصادر تانية كتير، يعني المواطن عنده مصادر، أي حد عنده مصادر تانية كتير، لو يعني ما عدتش تقدري خلينا بالبلدي كده تتحكي على حد، يعني لو ما خدش المعلومة منك وما وثقش فيكي عنده مصادر سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ده احنا في بعض الاحيان بنعاني ان وسائل
التواصل الاجتماعي للأسف بقت مصادر للأخبار. طب هي تبقى مصدر للأخبار لما أبقى أنا مواطن أحاول أدور وأفرز، وممكن ما أفرش للأسف يعني، إنما تبقى مصدر لأخبار الإعلاميين من غير ما يدقق فيها عشان ياخد سبق وممكن يعمل مشكلة في الشارع، فدي عملت انفصام، مش انفصال بس، بين الشارع وبين وبين وسائل الإعلام. الإعلام. إحنا بنتمنى وبندعو دايما من خلال حتى المنتدى المصري للإعلام اللي هو قايم على استعادة الموضوعية والمهنية واستعادة منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، اللي هي أنا بقول إن هي دي المناعة الحقيقية للمجتمع المصري. بنحاول نشتغل على ده، إحنا بنشتغل بشكل مجتمعي، إحنا مش رقيب على حد. علشان كده أنا استهدفت السؤال ده تحديدا لحضرتك بمناسبة المنتدى الإعلامي المصري. طيب عايزة أتكلم مع حضرتك إن مصر دلوقتي مستهدفة في ملفين في غاية الأهمية، الملف الليبي وسد النهضة. حضرتك تقدر تكلمني عن الشأن الليبي أو طبعا أوضاع الليبي؟ الملف الليبي وملف سد النهضة، وإحنا بنقول إن دول من ضمن الحاجات اللي اتخططت. انت في الاول كانوا عايزين يدخلونا في حرب في مع حرب نظام البشير على السودان، هم السودان عايزين حدودنا كلها تبقى ملتهبه. بالظبط. فلما فشل ده والسودانيين ادركوا ان امنهم القومي هو امن، يعني امن مصر وامن السودان هو امن قوم واحد، تراجع. والبعد الاستراتيجي بعد واحد، ده انت حتى البعد الافريقي، انت افريقيا نفسها انت كنت اهملتيها. الرئيس لما جه استعاد تاني رياده مصر الافريقيه. خلينا بقى نروح هنا، فهم حبوا يشغلوكي بالموضوع الليبي، وليبيا بعد القذافي فيها حالة سيولة، لأن صحيح، برضو النظام القبلي قبائل وكل مجموعة عايزة تسيطر على نفط ليبيا، فبدأت فيه مشكلة، زائد إن الإخوان كانوا تغلغلوا جدا في ليبيا، وهو تعزيز الفكر المتطرف أو الفكر الديني هو ده اللي المخطط بيشتغل بيه. يعني لما عملوا القاعدة كانوا بيشتغلوا بالفكر ده، لما عززوا نظام الإخوان ودعموه في مصر أو دعموه في سوريا أو دعموه في العراق، كان كل ده عشان يقدروا يوصلوا لك. دلوقتي أنت ملف الليبي ملف خطير جدا، أنت الرئيس طلع قال، ودي كانت حاجة هزت كل واحد مصري وعربي كمان، لما كانوا بيقولوا فين مصر من اللي بيحصل في ليبيا، مصر أنت الحدود مشتركة والمستهدف أساسا مصر مش المستهدف ليبيا. صحيح. أردوغان انا بعتبره مقاول اشتغل ضمن المخطط. اردوغان لما جه يشتغل على، لو تفتكر لما حصلت مشكله بيننا وبين كوبر بين وبين وكان معانا كوبري سوليان، واحنا كنا بنقول ليه رسمنا الحدود، ايوه ترسيم الحدود ترسيم وقتها الحدود ده احنا عرفنا قيمته دلوقتي. بالظبط. هو لما حاول يعمل مشاكل في المتوسط ما قدرش عشان الحدود اترسمت، فكان لازم يشوف منفذ تاني يدخل منه، دخل عن طريق ليبيا. اولا انا في اعتقاد ان مش هتحصل حرب، كل دي مناوشات عسكرية. أولا هو المستهدف أن الجيش المصري يجر إلى حرب سواء ناحية أثيوبيا أو ناحية ليبيا، والقيادة والهدف الغير السياسية معلن والجيش وراهم. المصري أوعى من كده بكتير. الدبلوماسية المصرية دبلوماسية مستقرة، دبلوماسية هادية. الرئيس قال حتى لما القبائل كانوا هنا مش هنفرط، وإحنا مش جيش معتدي، إحنا حقيقة. العقيدة الدفاعية عندنا أو عقيدة حماية الأمن القومي هي المسيطرة علينا. فقال يا جماعه انا قبل ما اروح ليبيا انا مش بفكر ادخل ليبيا امتى، انا بفكر هخرج من ليبيا ازاي، لان احنا عمرنا في العقيده بتاعتنا ما كنا جيش مستعمر، وعمرنا ما بحثنا عن منافع او مكاسب او طرد هنقسمها. طيب هل في هناك مصالح لبعض الجهات ان ليبيا تفضل في مشاكل؟ طبعا. زي مين؟ انت دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بتتقال إن ليبيا برضه هتتقسم لمجموعة دويلات صغيرة زي ما كان الخريطة بتتعمل. أردوغان جايبه بمرتزقة وميليشيات، تمام، ماشي، اللي كانوا بيشتغلوا في سوريا وكانوا بيشتغلوا في العراق اتجمعوا وجابهم ليبيا، فهو ما عندوش مشكلة إن يتضربوا أو يموتوا، هو دول بيشتغلوا بفلوس. طيب حضرتك شايف إن الهوية الليبية ممكن ما هي دي تنزل او تسقط بسبب الوافدين اللي بيزودوا عدد ليبيا؟ انا ما اعتقدش ليبيا. ان ده هيحصل، بس ده اللي بيتخطط له، بيخططوا ان هم لان مصر مش هتسمح بده. انت البعد الامني وبعد الامن يعني القومي مصر بتاعك بتحافظ على مش الهويه هتسمح بده، الليبيه، مش هتسمح بده، بس بتشتغل بدبلوماسيه هاديه. احنا مش عايزين ننجر الحرب في ليبيا بسهوله، انت عندك سرت، الرئيس قال السرت والجفره خط احمر،
ليه السرت والجفر خط احمر؟ دول الهلال النفطي، ومش الهلال النفطي بس، هو اردوغان عايز هو يستهدف ثروات النفطيه في ليبيا، ومنها تبقى بوابه يرجع للمتوسط تاني من خلال الهلال النفطي ده. فده اللي بيحصل، انت عندك ده بيحصل وانت مشغوله بيه وقاعده، وانت عندك تفكير تاني في سد النهضه. سد النهضه ناخد كده يعني بشكل، سد النهضه انا بعتبره شخصيا، انا بعتبره ملف اخطر من رغم ان هنا جيوش بتقابل بعض، انا بعتبره اخطر من اللي بيحصل في ليبيا. انت دبلوماسيا، واوروبا كمان مش هتسمح، اوروبا لها مصالح في ليبيا، يعني هما بيستفزونا عشان فمش هتسمح بسهوله ان يحصل حاجه في ليبيا. بس انت عندك هما بيحاولوا ينهكوكي، يشتتوا القوى العسكريه المصريه في كذا اتجاه. مين وراهم؟ مين ورا الاثيوبيين في وجهه نظر حضرتك؟ اللي ورا الاثيوبيين القوى الكبرى اللي كانت بتعمل مخطط التقسيم للشرق الاوسط. ماشي، القوى الكبرى دي اثيوبيا يعني اقل كتير جدا من ان هي تقول ان انا احارب مصر او كده. اعمل مشكله لمصر الا اذا كانت مدعومه. اه هي عندها خطه ان توليد الكهرباء من خلال المياه اللي تخزن. المشكله الاخطر في ده استاذ هدير ان انا بعتبر السد كمان، انت عندك مشاكل كتيره جدا، يا اما تتعاملي مع الملف دلوقتي دبلوماسي. طب لو السد اتملى وخزن ميه، السد بيخزن 74 مليار متر مكعب ميه، 74 ما يوازي حصه السودان ومصر سنويا. تمام، القصه مش كده، القصه لو حصل ده غير التأثيرات السلبية اللي هتضرنا سواء في المحاصيل الزراعية أو في الجفاف، أنت عندك قصة تانية لو لا قدر الله حصلت مشكلة فنية أو حد ضرب السد. الحقيقة هي المشكلة الأثيوبية فعلا ملف كبير ومهم جدا، وطبعا أكيد يعني حضرتك ليه كلام فيه أكتر، بس يعني الحلقة انتهت، لكن إن شاء الله حضرتك توعدنا ان يكون لينا لقاء مع حضرتك مره تانية إن شاء الله. هنتكلم بشكل اكتر استفاضه عن اهم ملفين ممكن نكون بنناقشهم الفتره دي في مصر. بشكر استاذ سيد زهيري، عضو مجلس امناء المنتدى الاعلامي المصري وكاتب صحفي كبير ايضا، شكرا لوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، في النهايه احب اقول بس كلمه مختصره بسيطه، ليبيا مصر معاها قلبا وقالبا. ليبيا 106 مليون نسمة، 106 مليون ليبي مصريين اتحطوا عليها علشان يكونوا أكبر دعم ليها. شكرا لحضراتكم، نشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية. تحياتي لكم هدير أشرف.